الزملاء الصحفيين كل باسمه ولقبه الذين يتواجدون في هذه الوقفة، أو الزملاء الصحفيين الذين يواصلون نقل الحقيقة في كافة محافظات قطاع غزة خلال هذه الحرب، حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني من النازيون الجدد. الزملاء كل باسمه ولقبه، نرحب بكم في هذه الوقفة التضامنية في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني. اعتدنا إحياء هذا اليوم في كل عام خلال السنوات الماضية في مدينة غزة التي دمرها الجيش الإسرائيلي خلال هذه الحرب، وفاء وتكريما لعدد من الزملاء الصحفيين. واليوم نحيي هذا اليوم، يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني، تزامنا مع هذه الحرب الشاملة على قطاع غزة، وفاء لدماء شهداء الحركة الصحفية التي نزفت خلال الحرب على غزة، وفاء لجرحى الحركة الصحفية الذين ما زالوا يتجرعون الألم في سبيل نقل الحقيقة، وفاء لتضحيات كل الزملاء الصحفيين والإعلاميين التي أنهكت أجسادهم ولم تنهك عزائمهم لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا. وفاء لكم يا أهل الوفاء، كان لابد من هذه الوقفة التضامنية ولنعلي فيها الصوت بضرورة حماية الصحفي الفلسطيني. وأترك الكلمة الآن للأستاذ إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تمر علينا ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعا، وهي ذكرى يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني الذي يصادف 31 من ديسمبر من كل عام. يأتي هذا اليوم الوطني وفاء وتقديرا للصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين الأبطال. وكنا في المكتب الإعلامي الحكومي على الدوام حريصين على إحيائه بأشكال متنوعة في كل عام وعلى مدى سنوات طويلة مضت، ليعكس هذا اليوم المكانة المرموقة التي ترى فيها المؤسسة الحكومية بغزة الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين البواسل. ولكن في هذا العام 2023 تأتي هذه المناسبة العظيمة على الصحفيين والإعلاميين في ظروف بالغة القسوة والصعوبة، تأتي في ظل حرب الإبادة الجماعية الشاملة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني العظيم منذ 86 يوما من الظلم والقتل والتنكيل والتشريد. تأتي هذه المناسبة ويأتي معها وقفتنا هذه تقديرا منا للصحفيين وللإعلاميين الفلسطينيين، هؤلاء الكرام الأبطال الذين ما تركوا مواقعهم لحظة واحدة، بل ظلوا صامدين ثابتين في تغطيتهم الإعلامية المتواصلة للأحداث على مدار الساعة. إن مناسبة يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني تذكرنا جميعاً أولاً بمسؤوليتنا وواجبنا تجاه قضيتنا الفلسطينية العادلة وتجاه مظلومية شعبنا الفلسطيني الكريم، كما وتذكرنا بأخلاقيات العمل المهني، ولنستذكر ثانياً قيمة الرسالة المهنية والوطنية لفرسان صاحبة الجلالة من أرباب الكلمة والصورة والقلم والكاميرا، وجعلوها أقوى أدوات مقاومة المحتل ودفعوا الضريبة، فكان منهم الشهداء الصحفيين والأسرى الصحفيين والجرحى الصحفيين، ورغم ذلك لم يبدلوا تبديلا. نستحضر اليوم أيضا قيمة الوفاء والتقدير والشكر
لأصحاب الفضل والعطاء من الصحفيين والإعلاميين من أصحاب ومؤسسي فكرة هذا اليوم الوطني، يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني. هؤلاء الكرام الذين نعتز بهم وبجهودهم وبوجودهم بيننا دائما وأبدا، اليوم نبرق بتحية إجلال وإكبار واعتزاز وتقدير واحترام إلى جموع الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، فرسان الكلمة والحقيقة، هؤلاء الذين نجحوا في تصدير الرواية الفلسطينية الصادقة وكسروا سردية الاحتلال الإسرائيلي الكاذبة، حتى بات العالم كله يدرك أن الاحتلال على ضلالة وأن قادته ملطخة أيديهم بالدماء والجريمة. هؤلاء الصحفيين الأبطال الكرام الذين كشفوا عنصرية الاحتلال وإجرامه أمام العالم أجمع، فدافعوا عن فلسطين وكان منهم الشهداء والأسرى والجرحى. حفظ الله صحفيين الأماجد الكرام وجعلهم دائما وأبدا منارات للحق والحقيقة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والشفاء العاجل لجرحانا البواسل، والحرية، كل الحرية للأسرى خلف قضبان الاحتلال، والتحية، كل التحية إلى شعبنا الفلسطيني العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المكتب الإعلامي الحكومي. نشكر الأستاذ إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي على هذه الكلمة. ورغم منع الاحتلال الصحافة الأجنبية من الدخول لقطاع غزة في محاولة منه لحجب حقيقة جرائمه عن العالم، إلا أن الصحفي الفلسطيني أثبت أنه كان عين الحقيقة خلال هذه الحرب، ونقل الصورة إلى كل العالم وخاطبه بكل اللغات، وأثبت مظلومية شعبنا وزيف الرواية الإسرائيلية التي حاول تصديرها إلى العالم، حتى انقلب الرأي العالمي ضد جرائم الاحتلال خلال حربه على القطاع. فكان الصحفي الفلسطيني وما زال هو الشاهد والشهيد. وأترك الكلمة الآن للصحفيات، تنوب عنهم الزميلة الصحفية إسراء البحيصي، فلتتفضل مشكورة. تحية لكم جميعاً، تحية أولاً لأبنائكم، لزوجاتكم، لأزواجكن، لإخوانكم، لأمهاتكم، لكل من يبكي حينما تخرجون من منازلكم وهو يعرف أنه ربما تعود إليه بالكفن. وهذا حدث مع الكثير من زملائنا وزميلاتنا. لكن رسالتي للاحتلال، لو كنت تعرف كم تدفع من إرادة وقوة في قلب كل صحفي عندما تقتل زميله لما قتلتهم. ولهذا أعد حساباتك، فأنت تصنع منا أبطال. نحن كنا فقط نريد أن نغطي الحدث، ولكن أنت مصر أن تجعلنا أبطال، ولذلك فرضت علينا هذه المعادلة، ونحن سنكون أوفياء لهذا الوطن ولهذا الشعب. نحن كنا سابقا نغطي الحدث، كنا نسمع ما معنى أن يكون طفل يقول أنا جوعان، أو شخص يقول ليس لدي مأوى. أنت الآن جعلتنا جوعى وبلا مأوى، جعلتنا نحن الحدث، ولذلك انتظر منا ما لم تعرفه من قبل. وأعتقد بأنك بكل آلياتك الإعلامية وبكل أدواتك وبكل أموالك التي تدعمها الصهيونية في كل العالم، لم تستطع أن توئد الرواية الفلسطينية وهذا الرد الأول على جرائمك. أما الردود الأخرى فهي ببقائنا كلنا هنا دون أن نخشى، دون أن نخاف. سنظل هنا نقاتل بالكاميرا والميكروفون التي هي لا تساوي شيء أمام أسلحتك، لكننا سنظل نمسكها حتى تدفن معنا أو تبقى تسلم للأجيال من بعدنا. أنت ستدفع ثمن أنك جعلت عين لنا على الكاميرا وعين أخرى على سيارة الإسعاف
لنرى إذا كان أبناؤنا بينها، إذا كان أهلنا بينها، إذا كان أبناؤنا قد غادروا الحياة وسيأتينا أسماؤهم في رسالة نقرأها على الهواء. كل هذا لن نغفر عنه، ولكن نحن سنحاسب بالطريقة السلمية التي كفلها لنا العالم، أن ننقل بالصوت والصورة والكاميرا والقلم وفقط، هذا فقط ما سنفعله. وبالنسبة للمجتمع الدولي، شكراً لأنكم صنعتم لنا دروع وخوذ حتى تقول للاحتلال اقتلنا نحن هنا. هذه فقط أنتم صنعتموها ولم تحموها، وصنعتموها إشارة للاحتلال حتى تقولوا له هنا صحفي فلسطيني فاقتله. نحن نرتديها هكذا فقط حتى نرضي غروركم وغرور قوانينكم، لكنها لا تحمينا بالمطلق، بل أنتم جعلتموها سيفاً على رقابنا. كل التحية لكم جميعاً، كل التحية لمن هم الآن بيننا، وأعرف وسنلتقي بأن بيننا من سيصاب أو لا قدر الله يستشهد، ربما تذاع هذه أو هذا المؤتمر وهذه الكلمة، ومنا من سيغيب عن حضورها على شاشة التلفزيون، ولكن سنواصل إلى آخر نفس. تحية لكم، ما تزقفش حتى لو اغتلوني أنا راضي. نشكر الزميلة الصحفية إسراء البحيصي وهي تتحدث بآلام جميع الصحفيين وبهذا النفس في مواصلة نقل هذه الحقيقة حتى الرمق الأخير. الصحفيين في كل العالم وفي كل القوانين وفي كل الشرائع محميون بموجب القانون الدولي الإنساني وباتفاقيات جنيف، إلا في فلسطين فبرغم ارتداء الزملاء هذه السترات الواقية والمكتوب عليها والتي تحمل الإشارات أنهم صحفيين، إلا أن الاستهداف كان لهم بشكل مباشر. فالجيش الإسرائيلي في خلال هذه الحرب وخلال الحروب السابقة في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية المحتلة لا يفرق بين فلسطيني وآخر، بين صحفي ومسعف، لا يفرق بين فلسطيني من هنا أو هناك، والاستهداف لكل ما هو فلسطيني متعالياً على كافة الأعراف والقوانين الدولية، لأنه أمن المحاسبة وأمن العقاب. وأترك الكلمة الآن للزملاء الصحفيين، ينوب عنها الزميل فؤاد جرادة، فليتفضل مشكوراً. يعني بداية بس لو سمحتوا نقرأ الفاتحة دقيقة بس على أرواح شهداء من سبقونا على طريق المهنة، رحمهم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوات والإخوة، إن الاستهداف الاحتلال لهذا العدد من الصحفيين له أكبر دلالات. الدلالة الأولى هي أن إسرائيل أخفقت في حجب الصورة خلف غبار المعركة وخلف البارود الذي اشتعل في كل مكان في هذه المحرقة، وعندما منيت بالفشل حاولت أن تفقع عين الحقيقة من خلال اغتيال هذا الكم وهذا العدد من الصحفيين الذين استشهدوا على طريق الحرية. أيها الأخوات، أيها الإخوة، إنما يجري من محرقة في فلسطين في قطاع غزة تحديداً، أيضاً الصحفي هو ليس بمنأى عن ما يجري، ليس له مظلة، يعني تكون معادلة مشوهة عندما يكون اليوم هو يوم التضامن مع الصحفي الفلسطيني، ونحن في كل يوم نودي كوكبة من خيرة شهداء هذه المهنة. إذا أردت أن تكون صحفياً هذا أنك اخترت مهنة المتاعب طوعاً، ولكن أن تكون صحفياً في غزة هذا يعني أنك وضعت نفسك في بؤرة الاستهداف. لذا وعليه، طالما أن كل الذين استشهدوا أو معظم الذين استشهدوا وهم يحملون هذه الشارات الدولية والمعرفة لدى كل العالم واستشهدوا وهم يرتدونها، أدعو كل الزملاء في هذا المكان أن يقوموا بشرح أو ينزعوا عنهم هذا الدرع لدقيقة احتجاجاً على من سبقونا على طريق المهنة. نحن بدروعنا بصدورنا لن تحجب الصورة، لن تحجب الصورة، ولن يسكت الصوت، ولن يكسر القلم. أخوكم فؤاد جرادة، تلفزيون فلسطين.
عن الصحفيين. شكرا. إن كل عبارات الشكر عاجزة عن الثناء للصحفيين الفلسطينيين على ما قدموه خلال هذه الحرب وخلال غيرها من الحروب السابقة في نقل هذه الحقيقة، سوى أنهم يثبتون أحقية الشعب الفلسطيني على هذه الأرض وأحقية الشعب الفلسطيني في نقل هذه الرواية وحرب الإبادة التي ينظمها الاحتلال والتي يستهدف بها شعبنا الفلسطيني. فكل التحية لكل الزملاء الصحفيين في كافة محافظاتهم، في الشمال، في الوسط، في مدينة غزة، في المحافظة الوسطى، وفي جنوب قطاع غزة، وفي كل ثغر يواصلون فيه العمل ويواصلون فيه التغطية من أجل تكذيب الرواية الإسرائيلية التي يحاول تسويقها إلى العالم. ختاماً، الرحمة لشهداء الحركة الصحفية ولشهداء شعبنا الفلسطيني، والشفاء العاجل لجرح الحركة الصحفية وجرح الشعب الفلسطيني، والنصر لشعبنا الفلسطيني. ونشكر لكم هذه الوقفة ونشكر لكم حضوركم. الله يعطيكم العافية.